مرتضى لفتيتي تبعت مرتضى لفتيتي مرتضى لفتيتي اللي هبت على انستغرام كيفاش تم رفض الفيزا وشطبوا له هكا عملوا له كروا روج. صحيح. تتصور انه فرنسا تعمل هكا؟ معناها فرنسا البلد الحريات والديمقراطيه تعمل من عم تشوف المواقف تاع تاع ماكرون نفهموا اللي فرنسا تنجم تعمل اكثر من هكا. عاد ماكرون عاد هذا الرئيس نتاع الجمهوريه ريت مواقفه دونك تنجم تستنى كل شيء معناها فهمت. انا نحكي لك عندي دوبل ناسيوناليتي نعرف انا فرنساوي في نفس الوقت معناها فهمت. مي جو سوي كونتر سيت بوليتيك معناها je le dis haut et fort en arabe et en français même en France si j'aurais معناها je fais une interview ولا حاجه je dirais la même chose معناها je suis contre cette politique نتاع ميكيالين فهمت ضد. ما باش نقول لك ينجموا يعملوا اكثر من هكاك. وانا اذا كان فما حاجه بالحق معناها اذا كان فما حاجه تعجبني في في قيسون قال الراجل في قيس سعيد هو الموقف نتاعو بارابور بارابور للديسكور ايغال ايغال معناها لا ماكش عامل عليها مزيه راهو ماكش على فرنسا ماكش عامل عليها مزيه بالعكس انا عامل عليك مزيه دونك ان شاء الله تكون فما ردود فعل ان شاء الله تكون ردود فعل خاطر ميم اوتون كو فرونسي كيما نحكي لك عندي دوبل ناسيوناليتي جو سوي كونتر الشيء هذا واللي صار المرتضى عليه يلزم زاده تونس تجاوب بالمثل في بعض الاشياء. هذا هو يعني اليوم لازمك تفهم عطيني سبب على خاطر رأي انت ما قبلتش اني نكون موجود في بلادكم. هو راه مرتضى ينجم يعمل حاجه راه شنو هي ينجم يقدم قضيه اكيد هذاك شنو نحكي لك يعني فضيحه ما عندكش الحق انك ترفض وينجم يربحها انسان معناه ما عنده حتى مشكل هو فنان ينجم يدخل. أنا عندي صاحبي نوجه له تحيه احمد معلاوي انجينيور دو سون تعرف على فرنساويه ويحبوا بعضهم بالحق نعرفهم معناها قبلنا في فرنسا وفي تونس رفضوا له الفيزا مش الفيزا رفضوا له الزواج هو عنده الفيزا وعنده كل شيء رفضوا له الزواج قدم قضيه وربح القضيه وتو باش يتزوج تو تخي بيانتو مرتضى قانونيا كان يعمل وانا هاو كان يسمع فيا مثلا مرتضى نجم نعطيه اون افوكات فرانكو تونيزيان اللي انا جربتها في فرنسا وتاخذ له حقه خاطر انا جربتها وربحت قضيه معينه دونك كان يسمع فيا يكلمني نعطيه لي كوردوني نتاع اون افوكات فرانكو تونيزيان وينجم يربح القضيه نتاعو ويرجعوا له الفيزا. ما يلزموش يسكت الحقيقه ما يلزموش يسكت لازم ومرتضى وكيما مرتضى كذلك راهو فما قانون في فرنسا وتنجم تقدم قضيه ومن حقك تقدم قضيه واذا كان عندك الحق وعندك ان بون افوكا بيان سور تنجم تربح قضيتك. واضح شو على رساله توصل لمرتضى